يوم تم غزو الكويت وشكلت الحكومة في الطائف، شنو أول قرار اتخذ في التجمع الشعبي في جدة؟ شنو أول شعبية؟ قرار؟ التمام على وفد الشرعية وفد. وبعدين تشكيل وفود شعبية صحيح لنشر القضية. ليش؟ يبغون يشرحون قضية الكويت، يبغون يقولون لهم إن إحنا مظلومين وان استبيحت ارضنا واحتلت ارضنا كلنا لولا هالوفود الشعبيه وتحركها في كل انحاء العالم لما اقتنعت الناس، لان احنا عندنا تصويت في الامم المتحده بعدها على قرار ادانه العراق وطلب منا مغادره الكويت. احنا نفس الشيء بس على مستوى مصقر، افترينا ورحنا. الوفود الشعبيه اللي طلعت كانت بالعشرات ولا بعشرين، ترى كل خمسة كانوا يروحون الأربع أو خمس دول. يعني الفكرة مستوحاة، مو مستحدثة، مو شيء ما هي سابقة. ما هي سابقة، ليش الحين تنتقدوننا وإحنا أخذنا هذه الفكرة من الشعب الكويتي، مو من ممثلين الشعب الكويتي. وهو من المفترض الانتقاد ما يأثر فيكم. لا خاصة وخلي أقولها لا يكفي، إذا سكتنا يقول هذا كلام أبو عدي، نحن بنرد عليهم ونوضح لهم.